هذا دعاء خاص عن الشاب المرحوم أيمن حسام السيد ابن ياسمين رحمه الله ورحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزيد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح له في قبره ونول له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قله من ضيق اللحود والقبور ومواقع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.